نصيحة، لا تشوف هذا الفيديو في وقت متأخر من الليل، لأن في هالفيديو راح نتكلم عن أكثر 10 ألغاز مخيفة في تاريخ الألعاب الجزء الثاني. فيلا خلنا نبدأ. قبل أن ندخل في أجواء الرعب، بس حاب أذكر أنه في giveaway شهري على القناة على ماوس وكيبورد جيمينج من شركة ريزر وأيسوس، والسحب واختيار الفائز راح يكون بفيديو توب 10 القادم. فإذا حاب تدخل بفرصة الفوز فيهم، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة، واترك أي تعليق في وسيلة التواصل فيه معاك. وهذا الفيديو برعاية Call of Duty Warzone. أظن ما في داعي أعرفكم عن Warzone، هي أحد أشهر ألعاب الباتل رويال المجانية الموجودة حاليا. تقدر حاليا تحمل وتلعب Warzone على البلاي ستيشن، إكس بوكس أو البي سي بشكل مجاني بالكامل، وما في مشتريات جوا اللعبة تزيد من قوتك. كل مشتريات جوا اللعبة عبارة عن سكنات إضافية. وإذا كنت تابعني على تويتر وإنستغرام أو قناتي الثانية، راح تعرف إنه الشهر الماضي كان في بطولة Warzone تحت اسمي. البطولة كانت برعاية اكتيفيجن وكول اوف ديوتي نفسهم، وبتنظيم منصة بلاي هيرا اللي تعتبر من اكبر المنصات عربيا وعالميا لتنظيم بطولات الالعاب. وقت اعلنت عن البطولة شارك فوق 100 فريق من مشتركيني منكم انتو، ولعبتوا ضد بعض وتحديتوا بعضكم، واخر شيء فاز فريق واحد اللي هو فردنسك ماستر، فاز بمبلغ مالي وتأهل للنهائي العالمي. وفي النهائي العالمي دخلت انا مع الفريق وشاركنا، بس للأسف ما فزنا. فاذا ودك تشوف المشاركة شيك اول لينك موجود على الوصف، ورابط تحميل وارزون كمان موجود بالوصف. ويلا خلنا نبدأ بالفيديو. في لعبة Layers of Fear 2 في أحد المباني الغريبة، لو دخلت عليها راح تعلق وراح تصير معاك أشياء كتير غريبة ومخيفة. أول مهمات بلعبة Resident Evil 7 بتروح على بيت مخيف عشان تدور على بنت مفقودة، بس ما راح تلاقي البنت في البداية، أو هذا اللي فكرناه. أحد الأشخاص صور لعبة بعدين راح وبطأ الفيديو بشكل جدا كبير، ولقى أنه البنت تطلع لك بأول مهمة من اللعبة، بس بتطلع لوقت قصير جدا وبأماكن جدا صعب أنك تشوفها. وأظن 99% من اللاعبين ما انتبه لهالشيء. You see where Andre went? Where is he? Unfucking believable. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. في الجزء الثالث الحلقة العاشرة من مسلسل غموض المشهور دكتور هو، كان في لقطة جدا مخيفة باسم ويبينج انجل، واللي هي انه البطل بيروح على مكان مليان تماثيل، ولما يشيل عينه عن التماثيل ويرجع يطلع عليهم راح يشوفهم قربوا عليه اكثر واكثر، وكانت لقطة جدا مخيفة. فمن بعدها في كتير العاب اقتبست الفكرة وسوت نفس الشيء في العابهم، فجايب لكم بعض اللقطات من العاب متنوعة اللي سوت نفس الفكرة المخيفة.
لعبة الجاسوسية والتخفي هيتمان، لو قتلت أحد الأشخاص وخبيت جسته جوا الحمام رح تشوف إنه روح هذا الشخص عم تتطلع عليك بالمرآة. وتذكروا، هاي مو لعبة رعب، هاي اللعبة المفروض ما فيها أي شيء يخوف من أرواح وشياطين وغيره، فالشخص اللي صار معاه هالموقف متأكد إنه مات من الخوف. في لعبة مترو اكسيدس في احد المباني المتحطمة ومليانة جماجم ناس ميتين، وهذا الشيء طبيعي في اللعبة، هاللعبة عن نهاية العالم وبتلاقي ناس ميتين في كل مكان، بس مو الشيء الطبيعي انك تسمع وتشوف ارواح الناس الميتين، لان لعبة مترو اكسيدس ما هي لعبة رعب، ما هي لعبة جن وارواح من هالكلام، فكانت لقطة جدا مخيفة بهاللعبة. لعبة The Witcher 3 فيها كتير مهمات وألغاز غريبة ومخيفة. That was the last time you interrupted me while I was talking to someone. What the devil? نفس اللقطة اللي شفتوها من شوي، بس كل اللقطات الغريبة بلعبة The Witcher بيكون لها تفسير. تفسير اللقطة اللي شفتوها من شوي انه هذا الشخص هو الشيطان وفينه يعمل هالاشياء الغريبة، بس احد الاشخاص اكتشف لغز غريب ومخيف وما لقوله اي تفسير، واللي هو لما تروح على احد الابراج عشان تاخذ شيء، لما تطلع على قمة البرج وتوقف بزاوية معينة راح تشوف في ظل من بعيد قاعد يتطلع عليك، ولما تقرب منه راح يختفي. الشخص اللي اكتشف هاللغز استعمل برنامج انفيديا اللي بيخليك تصور اماكن في اللعبة وتتحرك فيها على راحتك، وقرب من هالتمثال وشكله جدا مخيف. في لعبة زومبي ارمي في بعض الاماكن فيها دمية بنت، وكل ما تروح عليها راح تسوي لك اشياء مخيفة.
في لعبة فيسج في أحد الغرف في خزنة، بس تفتحها راح يطلع لك ورقة مكتوب عليها رقم غرفة، ولما تروح على الغرفة بنفس الرقم راح يصير معاك شيء مخيف بس مضحك بنفس الوقت. في لعبة Observer في أحد الأبواب المغلق ويحتاج رقم سري عشان تفتحه، بس تطلع الرقم السري وتفتح الباب راح يدخلك على كوريدور تحسه من خارج عالم اللعبة. اللعبة شوي متقدمة وكذا، فراح يدخلك على كوريدور شكله من برا عالم اللعبة، وبس تدخل من الباب راح تضل عالق بهالكوريدور ما راح تقدر تطلع. كل ما توصل باب النهاية راح يرجعك للبداية وراح تصير معك أشياء جدا مخيفة جوا هالمكان. في لعبة Layers of Fear الأولى نفسها طلعت معنا بالمرتبة العاشرة، لو غيرت تاريخ البلاي ستيشن ليوم الهالوين ودخلت على اللعبة في باب سري راح ينفتح لك، وداخل هالباب في لوح الويجي بورد اللي موجود في العالم الحقيقي، وبعض الناس بدعوا انه هذا اللوح بدعي الجن في الحقيقة. فباللعبة فينك تكتب اي شيء ودك اياه على هاللوح، وهي احد اكثر الاشياء المخيفة اللي راح تطلع لك من ورا اللوح. يا شباب هذا الفيديو لليوم، اتمنى تكونوا خفتوا، اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك والاشتراك في القناة، وشاركونا بالتعليقات شو اكتر لغز خوفكم. وبس كان معكم شركية شركة كيش، كم جهات تاني ان شاء الله، مع السلامة.